حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. والبداية من العناوين: انطلاق فعاليات أسبوع المناخ في العراق، استمرار حملات التوعية التي تقوم بها الفرق الإعلامية لطلبة وتلاميذ المدارس في بغداد. ونشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. اجتماع الطاولة المستديرة لإطلاق التقرير الوطني المناخ والتنمية برعاية البنك الدولي، وزارة البيئة تؤكد أن البلاد على أعتاب تحولات جذرية نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. تفاصيل كثيرة سنتابعها في التقرير الآتي الذي عده لنا الزميل نمير علي الحسون. العراق إلى الطاقات المتجددة النظيفة التي تعزز إجراءات التخفيف في العراق والتخلص من انبعاثات الغازات الدفيئة. برعاية رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني عقدت اجتماعات الطاولة المستديرة وعلى مدى يومين متتاليين لمناقشة التقرير الذي يعده البنك الدولي والذي تضمن الحلول المقترحة في مواجهة التغيرات المناخية. وأناب عن رئيس الوزراء المهندس نزار آميدي وزير البيئة: هي دراسة إجمالية للوضع الحالي للعراق فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على مختلف النواحي، سواء البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية. التغيرات المناخية تأثيراتها السلبية كثيرة. التقرير اللي أعد البنك الدولي مع جهات عديدة حقيقة حكومية وغير حكومية وخبراء دوليين حدد بأرقام محددة تأثيرات التغيرات المناخية على مجمل الوضع العراقي من ناحية الصحة والاقتصاد، وبالذات ما يتعلق بموضوع شحة المياه. واحدة من أهم الورش النقاشية اللي يقيمها البنك الدولي بمناسبة إطلاق تقرير مهم عن التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة العراقية. هذا هو أسبوع المناخ اللي يقام بالتعاون ما بين البنك الدولي ووزارة البيئة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يستمر على مدى أسبوع كامل. واحد من أهم التقارير التي تم إعدادها بدقة وبعلمية متناهية، يشخص بشكل كبير الواقع البيئي في العراق، خصوصا تحدي الجفاف، تحدي تدهور الأراضي، التصحر، وتأثير التغيرات المناخية على البيئة العراقية بشكل كامل وانعكاساتها الاقتصادية. البنك الدولي من جانبه عرض الخطة المفصلة للحاضرين والتي تضمنت خطوات عديدة تشمل المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، ومنها السياسة المطلوبة بالتعامل مع احتراق الغازات المنبعثة وضرورة تقليل استخدام الوقود الأحفوري والذهاب نحو الطاقات المتجددة وسبل الزراعة والري الحديثة الصديقة للبيئة، كما تناول مقترحات عدة للتعامل مع قطاع الشباب. علاقة البنك الدولي مع العراق علاقة قديمة، سواء كان على مستوى الاقتصادي، على مستوى الاجتماعي، وبالطبع على مستوى البيئة. فلنا تاريخ في هالموضوع هذا، خاصة على مستوى المياه وعلى مستوى التغيرات المناخية. فلنا يعني برامج اليوم من خلال هذا التقرير اللي قدمناه اليوم، لكن أيضا برامج أخرى اللي هي يعني تنبثق عن إرادة الحكومة العراقية للمضي قدما في موضوع يعني علاج الضغط التغيرات البيئية مرة أخرى على مستوى المياه، على مستوى تآكل السواحل، على مستوى هام اللي هو مستوى التصحر. فكل المواضيع هذه مواضيع هامة ومواضيع دخل فيها البنك الدولي في تفاعل إيجابي مع الحكومة العراقية. الاجتماع ضم الكادر الحكومي بمشاركة السيدان وزير الكهرباء ووزير الزراعة وعدد من المسؤولين في الوزارات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية
والأمم المتحدة. حقيقة وزارة البيئة تعمل لقضية تتعلق بمصيرنا، بحياتنا، بالعطش اللي راح يواجهونا يعني أولادنا وأحفادنا. فحقيقة الدعم الحكومي أو التوجه الحكومي يجب أن يكون في مسارين. المسار الأول اللي تقوم به البيئة الآن، وهي الدعم، دعم التوعية، دعم الشعور بالخطر، دعم الشعور بتغيير السلوك البشر في موضوع استخدام الطاقة، في موضوع استخدام المياه، تقانات الري الحديثة، وأيضا في بعض الأمور المادية اللي تتعلق أيضا بتوعية مؤسسات كبيرة. يعني وزارة البيئة تعمل مع البنك المركزي في موضوع التمويلات، وزارة البيئة تعمل مع وزارة الموارد المائية في موضوع تقنية المياه، وهكذا الكهرباء، انبعاثات النفط وتصفية النفط والغاز المحترق وغيره. أعتقد هذا التقرير له أهمية كبيرة، فهي دراسة واضحة المعالم تساعد أو تغني أو تثري الحكومة ووزارة البيئة المعنية بإدارة هذا الملف في وضع الحلول والمعالجات. واليوم هنا في فندق بابل هي الجلسة الثانية لمناقشة هذا التقرير، وأيضا شاركت به جميع القطاعات، ووزارة البيئة هي طبعا الراعي والأول إلى هذا الموضوع، إضافة إلى المنظمات الدولية الفاعلة. هكذا كانت الجملة الأخيرة لوزارة البيئة: كلنا مسؤولون عن إنعاش وطن، صراع بين قادم يهدد يتفاقم المخاطر، وبين إرادات وخطط تتصدى لذلك القادم. من داخل مجلس الوزراء، نمير علي الحسون، بغداد. طموحنا أن يكون العراق سلة الشرق الأوسط للغذاء بعد تطوير القطاع الزراعي والإروائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمساهمة فاعلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. المشاكل والتهديدات للبيئة العراقية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية في العالم، شحة المياه وموجات الجفاف، العواصف الترابية وتصحر الأراضي، ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، تدهور اقتصادي وازدياد حالة الفقر والبطالة، تأثيرات ملحوظة على بيئة وصحة المواطن. تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية بسبب قرون من مخرجات التلوث الناجمة عن الثورة الصناعية في العالم، فهي قضية تتطلب تعاوناً دولياً للتحرك نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وتعمل الحكومة على أن يستفيد العراق من تنفيذ مشاريع آنية ومستقبلية تسهم في تحسين الاقتصاد الأخضر. تستمر فرق دائرة التوعية والإعلام بالتعاون مع وزارة التربية وأمانة بغداد بحملات التوعية والتشجير، وهذا لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة في إطار مشروع توعية الطلبة بكل شرائحه من أجل بيئة أجمل وأنظف. محطتنا اليوم كانت في عدد من مدارس مدينة الكاظمية المقدسة. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي. حملة توعية وتشجير جديدة أطلقتها وزارة البيئة دائرة التوعية والإعلام البيئي بالتعاون مع وزارة التربية وأمانة بغداد لعدد من مدارس مدينة الكاظمية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للمبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات ونشر التوعية والثقافة لجميع شرائح المجتمع وخاصة تلاميذ وطلبة المدارس لبناء عراق أخضر مستدام. نشكر وزارة البيئة المتمثلة بدائرة التوعية والإعلام في الوزارة، ووزارة التربية والمديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة وأمانة بغداد على جهودهم المتواصلة في مدارس بغداد وباقي المحافظات من حملات التوعية البيئية والتشجير في المدارس وتثقيف التلاميذ على خلق بيئة مناسبة في المدارس الابتدائية والثانوية
والإعدادية. شاركت وزارة البيئة دار التوعية والإعلام البيئي قسم البيئة المدرسية في حملة تشجير ضمن حملة مدينة الخضراء في تشجير مدارس بغداد بالتعاون مع أمانة بغداد ووزارة التربية، حيث تضمنت الحملة تشجير حدائق المدرسية والاطلاع على الواقع البيئي للمدارس، إضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن فائدة الأشجار للبيئة من تنقية الهواء. إلقاء مجموعة من المحاضرات العلمية القيمة حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستهلاك المستدام لها، هذا ما تضمنته الحملة، فضلا عن توزيع المطبوعات والفولدرات التوعوية وإقامة حملة تشجير في حدائق المدارس لحث الطلبة والكوادر التدريسية على إشاعة التشجير وزيادة المساحات الخضراء. بصراحة احنا كشعبة بيئة وصحة مدرسية اختارينا 10 مدارس صالحة بيئيا من حيث المبدأ، من حيث الحدائق المدرسية، وفعلا هذه المدارس بكوادرها جميعا من الإدارة وهيئة تعليمية وطلاب ومواقعها المتميزة اختارينا 10 مدارس، وشكر جزيل لوزارة البيئة وبلديات المناطق اللي شجعت الطلاب على مفهوم الزراعة ومفهوم المساحات الخضراء، وهاي يعني فعلا خطوة جيدة لعراق أجمل. الحفاظ على البيئة من التلوث بكافة أشكاله خطوة وطنية مهمة تقع على عاتق الجميع، وهذا ما تسعى لتحقيقه وزارة البيئة من خلال تلك الحملات وتنفيذ خطط وبرامج وطنية شاملة تهدف إلى إشاعة ثقافة التشجير وتعميمها في عموم المدارس العراقية لخلق جيل واع يساهم في تحسين وتطوير القطاع البيئي في البلاد. أهم الأخبار والأنشطة لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات نشاهدها في الحقيبة الأخبارية، فإلى هناك. تابع فريق من مديرية بيئة الأنبار التنوع الإحيائي في مدينة الرمادي منطقة ناظم الورار ورصد عدد من الطيور المتواجدة هناك، وتم خلال الجولات الميدانية التأكيد على الأشخاص الذين يمتهنون مهنة صيد الأسماك بضرورة عدم اللجوء إلى استخدام أي أسلوب من أساليب الصيد المحظورة، كون تلك الطرق تؤثر سلبا على التنوع الإحيائي لا سيما في ظل انخفاض مناسيب المياه والتغيرات الطبيعية في المنطقة. قام فريق فني من مديرية بيئة كركوك بإجراء كشف ميداني لعدد من مخازن الحبوب ومخازن المرشات الزراعية في المحافظة لغرض منحهم الموافقات البيئية وفقا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. شاركت مديرية بيئة بغداد باجتماع مجلس حماية وتحسين البيئة الذي ترأسه محافظ بغداد محمد جابر العطا بحضور عدد من منتسبي الوزارة، وبحث الاجتماع عدة محاور منها ملف تلوث نهر دجلة بسبب المخلفات السائلة التي تطرح من الأنشطة الصناعية والخدمية وبحث مشاريع الأحزمة الخضراء في ظل زيادة العواصف الترابية الناجمة عن آثار التغيرات المناخية. وتم التركيز على ملف مواقع التمر الصحي غير النظامية والإجراءات القانونية المتخذة بحقها وأهمية تحديد آلية لإنشاء مجازر نظامية موزعة على جانبي الكرخ والرصافة للقضاء على ظاهرة الجزر العشوائي وما تسببه من مشاكل صحية وبيئية. أجرت مديرية البصرة عدد من الفحوصات الدورية للملوثات الغازية والمركبات العضوية من خلال محطة مراقبة نوعية الهواء المتنقلة في طريق الزبير، وتم تحليل النتائج وإعداد تقرير فني فضلا عن سحب نماذج للمياه من نقاط محددة لشط العرب شملت موقعين جسر الكرمة وجسر خالد.
أجرت الفرق الرقابية التابعة لشعبة بيئة المحاويل كشفا موقعيا على مشروع دواجن الخضراء لمتابعة واقعه البيئي ومدى التزام العاملين فيه بالشروط والمحددات البيئية، حيث تم توجيههم بضرورة الالتزام بقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. أجرت الفرق الرقابية في مديرية بيئة ذقار كشفاً ميدانياً على مخزن شركة أور العامة ومعمل نسيج الناصرية للتأكد من الإجراءات المتبعة في طريقة الخزن ومدى التزامهم بالمحددات البيئية. وتأتي هذه الجولات ضمن الخطة الدورية الخاصة بمتابعة خزن المواد الكيماوية ومتابعة إتلاف ومعالجة النفايات الخطرة في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة. منحت مديرية بيئة كربلاء المقدسة 17 موافقة بيئية لعدد من الأنشطة الصناعية والخدمية والزراعية بعد إجراء الكشوفات الميدانية عليها وملاحظة مدى توفر المتطلبات البيئية في تلك الأنشطة التي كان من أبرزها 3 أبراج اتصال وحقل لتربية الدواجن ومعامل صناعية أخرى. نفذت الفرق الرقابية في مديرية بيئة الديوانية زيارة ميدانية إلى مستشفى الشامية العام لمتابعة المخالفات التي تم رصدها مسبقا وعدم التزامها بشروط السلامة الصحية والبيئية. وتم إجراء كشف بيئي لمتابعة انتهاء فترة الإنذار الموجهة إلى إدارة المستشفى، وتبين أنها ملتزمة بآلية عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية والطرق الصحيحة للتخلص منها وفقا للضوابط والمحددات التي وضعتها الوزارة. استجابة لشكاوى المقدمة من المواطنين في منطقة المشرق الجديد في محافظة البصرة والتي تتضمن وجود محطة مجاري، قامت مديرية البصرة بتشكيل فريق بيئي مشترك مع مركز شرطة حماية البيئة وإجراء زيارة إلى المحطة الواقعة في منطقة المشرق الجديد خلف المعارض. وقد سجل الفريق مجموعة ملاحظات وتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بفعاليات جديدة ونشاطات جديدة لوزارة البيئة. إلى اللقاء.